فهمك فوق. هدينا فوق اهو. عاوز ايه؟ اهدى بس يا كبيرك، ده وزنها بالعدل، ده ممكن يقلب الدنيا زي ما قال ابصى يتداون. ده امريكاني امريكاني. وانا مزاريطي مزاريطي مزاريطي، ممكن ازريطها على اللي فيها واجيب عليها واطيها وفوقيها تحتيها كمان. شوف يا كبير، لو خلصنا عليه دلوق ايه اللي هيحصل؟ كل خير. لا مش كل خير طبعا، اكديها تتقلب علينا الامم المتحده ودولك ما بيتفاهموش، يضربوا النووي عدل. النووي؟ طب وانا اعمل ايه دلوقتي؟ اسيبه ياخذ نص الورث؟ لا مش النص، هو يعرف منين قديه ورث الكبير قوي؟ قصدك اديله حسنته وبعد كده اصرفه. الله ينور عليك، ولا يأذينا ولا نأذوه. يا بقرة. صباح الخير يا كبير. صباح الزفت على نفوخك. نهارك ابيض. انا مش قلت لك يا ما تغفلش عينيك من عليهم؟ حصل جلابك وعليا ما غفلتش عينيهم لحظه. لا يا شيخ، وهم فينهم دلوقتي؟ صحيوا من نجمه وسافروا. بوه هتتكلم صح يا؟ صح صح يا كبير، هم قالوا انهم هيروحوا ياخذوا الراوند. هياخذوه منين غير من محطه القطر؟ انت متاكد يا انهم قالوا هياخذوا الراوند ده؟ ومليان سمعهم بوداني دول يا كبير. غاروا في 60 داهيه. انا قلت كده برضك، ما يستحملوش عيشتنا وناموسنا وجاموسنا. غرياد غرياد، خليهم يحضروا لي الفطار ويبعثوا لي في البلكونه. امر جنابه، نحضره لك ايه؟ عايز النهارده كنت ننتل. اسمع يا ود الناس، ابويا الحج قبل ما يموت بخمس سنين ادمن القمار. ريلي؟ الكبير قوي واز ا جامبلر وفلاتي كمان، والناس كلاتها يا حبه عيني كانت ضاحكه عليه. ما طولش عليك، المرحوم قبل ما يموت كان مشارك في دوره ويننج 11، وكان لاعب على الارض والدوار، والناس اللي كسبت الرهان كتر الف خيرهم فايتينا في الدار دي عقبال ما نلقوا مطرح قانون جديد. سو ربنا ألهمني بفكرك ده، دسيت عنيهم اسم الله على مقامك، كم جاموسي على كم بهيمة عاملين 38 ألف جنيه وريال. حقك فيهم بشرع الله 19 ألف جنيه وبريزة بالتمام والكمال كده. توماس قرم بوي. أوكي، آخر حصر لأملاك الحاج كبير قوي تم رصده من خلال مصلحة الضرائب لسنة 2010، وهو كالآتي: 12 فدان على الترعة، 10 فدادين ورا الترعة، ده بالإضافة للترعة نفسها، 5 جناين ليمون، 5 جناين برتقان، 5 جناين موز بلس الدوار، و10 أبراج في طوابق فيصل. الفدان على الترعة بيعمل 300، والفدان ورا الترعة بيعمل 200، والجناين والأبراج والدوار يبقى كده كله على بعضه أباوت 6600. أنا هاخد 3 بس. 3 إيه؟ 3 مليون جنيه؟ قالوا لك عني داقك زرع زيري يا. ده انا طخك وطخ نفسي قبل ما اديك 3 جنيه. النووي يا كبير. والله لما يكون ايه؟ اعقل يا كبير، ده فيها خراب. اكديها هيعملوا حصار وهيقطعوا الكورن فليكس عنينا. اوه. وحقه كده كده بالمحاكم هياخده. فزاع. امر جنابه. هات دفتر الشيكات. جاهز يا كبير. تفضل. بالضبط. يلا يلا ساعدهم، مستعجلين، لم خلقاتهم عشان يلحقوا يروحوا. وانت يا اشرف ادي الطنبيل بتاعهم غسله نظيفه كده. تؤمر يا كبير. بس انا مش ماشي دلوقتي. ليه ما مشيش؟ لسه بعيد حقي. حقي ايه يا ابو حق انت؟ توماس. اوكي، ده تقرير من المستشفى بيؤكد ان جوني اكبر منك باربع دقائق، وبمستند زي ده ممكن ناخد حكم في منت. بارك لي يا كبير، هبقى نيو عمده. او ماي جاد.
والعمليه يا كبير دلوق. مفيش غير واحد بس هو اللي هيخلص الموضوع ده. هو مين ده؟ ابو الليل. ابو الليل؟ مين ابو الليل ده؟ عزرائيل الصعيد. أكبر عدد جثث كان على يده، كان عامل هاي سكور على هتلر ذات نفسيه. باه، وإيه كمان يا كبير؟ القتل عنديه ما كانش مجرد دم وخلاص، لا ده كان فنان، فنان صح. وبيختفي في لمح البصر، ولا حد يعرف له طريق ولا حتى صديق. طب وده هتوصل له كيف يا كبير؟ أنا الكبير يا هتيرة، وأبو الليل ده كان حيا الله واحد من تلاميذي، أبو صميدة، أبو خليل، أبو سعيد، أبو الليل. ها ألو مين؟ أنا الكبير ياد. الكبير يا ولد اللزيكة، عاش بنسمع حسك يا كبير. الله يخليك. أسمع، أنا كنت عايزك تخلص لي مصلحك ده. أهنين عليك يا كبير. قول لي يا عم جابر، فين هنا بيبيعوا دايت شوجر؟ أصل أنا عامل دايت. يا جوني بيه، محدش بيبات من غير عشاء. إيه عم جابر، في هنا اي تي ام؟ يعني لازم إن اللي أنتوا بتقولوا عليه ده، ما البلد مليانة زفر، كله زفر زفر. أها، وأنا كمان يا عم جابر محتاجة جدا أقف. حتى أنت يا بنتي، ده أنت من ساعة ما اندليت البلد هنا وانت زهقانة على طول. ما تشوف يا جوني بيه، شوف صاحبتك مالها زهقانة منينا ليه؟ اوف يا عم جابر اوف، كلنا عايزين اوف. استغفر الله العظيم. حتى انت بص يا عم جابر، انا هقول لك الاوف ده رصاص بيترص للحد من خطورة الناموس. ما تقوله فلت. طشت اسوان من اول البلد لاخرها، وعاوز كباب قزاز من الغاليه قوي، واربعين خدام على الاقل يلفوا كيف النحل يخوت الناس كده، وشوف لنا عشره فوقها من الجامدين قوي دول بتوع شرايط الكسل. يعني من الاخر عاوز العزه ده يبقى ولا ادحها فرح فيك يا بلد. Man, I love this country. Shopping here is like انت ايه؟ انت ميته؟ انت كيف؟ ايه يا عم الاوفر، في ايه؟ لسن، انا فكرت كويس، لقيت اني مش موافق اني احكم كونتري البيبل اللي فيها مش هم اللي مختاريني، عشان كده قررت ان اعمل انتخابات نزيهه بيني وبينك، واللي يختاروا الناس هيبقى هو العمده. بيس بيسين ثلاثه.